السلام عليكم من جزيرة لانكاوي، أحد أروع الأماكن السياحية في جزيرة لانكاوي، وهو التلفريك. التلفريك يأخذ السائح إلى أحد مرتفعات لانكاوي. بإمكانكم مشاهدة الجزيرة من التلفريك، وهذا مدخل المكان. تصوير شركة المحيط للسفر والسياحة آسيا. في بداية التلفريك يوجد أسواق بسيطة، ملابس وأيضا اكسسوارات وقبعات وشناط أيضا. كما نلاحظ هنا أسواق متعددة، بإمكانكم شراء هدايا من هذا المكان. وهذا التلفريك كما نلاحظ هنا. نحن نصور الآن إلى من جانب شباك التذاكر. إلى مرتفع عالي في جزيرة لانكاوي. هناك ساحة كبيرة، يوجد مطاعم وأيضا يوجد محلات لبيع الملابس والإكسسوارات. بداية رحلة التلفريك، نعبر عبر 3 محطات حتى نصل إلى القمة. هذا شكل التلفريك الذي نكون عليه. الطبيعة الخلابة مع البحر، جبال مكسوة بالأشجار. التلفريك أحد أفضل الأماكن السياحية في جزيرة لانكاوي. صورة واحدة لجمال البحر مع الطبيعة الخلابة والجبال المكسوة. هذه هي المحطة الأولى من رحلة التلفريك، تصوير شركة المحيط للسفر والسياحة آسيا. هنا الجسر المعلق في رحلة التلفريك جزيرة لانكاوي. تكون المحطة الثانية للتلفريك في جزيرة لانكاوي. يوجد مكان هنا بإمكانكم كتابة أسامائكم واسم الشخص العزيز عليك كان من كان، وإبقاء القفل هنا لعدة سنوات. بإمكانكم وضع ذكرى جميلة في رحلة التلفريك جزيرة لانكاوي. تصوير شركة المحيط للسفر والسياحة آسيا. وهذه هي قمة التلفريك. هذا شكل الجزيرة من الجهة الأخرى. منظر رائع جدا وخلاب لا ينسى. من جزيرة لانكاوي أحد ألذ المطاعم
العربية مطعم أتلانتس. مذاق الأكل هنا كويس جدا، وأيضا يوجد جلسة على مزارع الأرز في هذا المطعم. هنا طاولات الطعام، مطعم أتلانتس من جزيرة لانكاوي، تصوير شركة المحيط للسفر والسياحة آسيا.